السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نقدم لكم كيكه اقتصاديه يوميه تقدروا تقدموها في الفطور. بقوا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. مقاديرنا فيها كاس الحليب، كاس سنيده، كاس ديال الزيت. عندي هنا جوج بيضات، عندي كيف ما كتشوفوا متوسطين، ساشية ديال الفاني وزوج ديال الخمارات، دقيق الفورس ومليحة. كذلك عندي سيترون قشرة ديالو محكوكة، هاد القشرة المحكوكة ديال السيترون كنت صوبت بها واحد السيرو ديال السيترون، يعني كونسونطري كنخليه كنستخدمو، والقشرة ديالو مرميتهاش، القشرة ديالو خبيتها في الفريكو. كل مرة كنستعمل منها هكا كنسم بها الكيكة او اي حاجة اللي هي حلوة. كنقبطو البيض، كنزيدو عليه سنيدة وكنحركو بالتراب اليدوي. الى حركتي بالتراب الكهربائي غادي يكون افضل وكتجي خفيفة وحسن كاع من اليدوي. انا غنحاول انني يعني نحرك بالجهد وصافي، زربانة ما باغاش نستخدم التراب الكهربائي. كنخلطوهم حتى كيبان لينا الخليط بدا كيبيض شوية كيف ما كتشوفو هكا. كذلك تقدروا تستعملوا مولينيكس. كذلك من بعد ما كنضيفوا سنيده وكنخلطوا مزيان حتى يبيضنا الخليط، كنضيفوا الزيت وكنستمروا في التحريك. ملي كيبان لينا تعسل لينا ولا بحال شكل شي كراميل والخليط انسجم مزيان مع بعضياته، كنضيفوا دابا الكاس تاع الحليب وكنستمروا في التحريك. كندير واحد القبسه صغيره ديال الملح، ساشيه ديال الفاني، اللي عندها الفاني السائل تقدر تستعملو، كذلك اللي عندها الفاني بودره تقدر تستعملو، واللي ما متوفرش عندها ماشي مشكل، يعني راه يكفي اننا غادي نديرو هاد القشور ديال السيترون، راه حتى هما غادي يعطيو نسمه بنينه وزوينه. الخمارات زوج ساشي ديال الخمارات حمرين غادي نخليوهم حتى نضيفو مود دقيق. كنطربو اولا نتاكدو باللي راه كلشي انسجم مع بعضياتو، الفاني مع القشور شتي كيما كتشوفو مبقاوش واخا كانوا مجموعين مع بعضياتهم، دغيا كيتفرتتو كيمشيو مع الخليط، الرائحه ديالو زوينه عاطيه. بالنسبه للخليط هو خاصو يكون ثقيل شويه، الكيكه البيضاء ما كتكونش خفيفه، الا كانت خفيفه كتطلع حتى كتطلع في الفران وكتهبط. هذا هو السبب اللي كيقول لك لا راه الكيكه طلت عليها كانت طالعه ومجرد ما جبدتها راه هبطات. لا، منين كديروا الخليط خفيف هذا الشيء هو اللي كيوقع. امتى كنديروا الخليط خفيف؟ في الكيكه الكحله او الكيكه القهويه هي اللي كتكون خفيفه، اما الكيكه البيضاء ضروري كتكون ثقيله شويه. بالنسبه للدقيق انا تقريبا ديما كندير جوج كيسان تاع العنبه عامرين تاع الفوق، وحنا غادي نشوفوا هادي شحال غادي تشد لينا ديال الدقيق. كيف ما شفتو جوج كيسان عامرين ديال العنبه جاونا قياسه، هي ثقيله الكيكه ديالنا
كيفاش. صافي ما عنديش نضيفو مازال، جاتنا هي هذيك يعني ما عاد لزدنا شي فرتيتات من داكشي اللي كيبقى اللي كندهنوا به المول ديالنا وصافي. المول اللي دهناه بالزبده غادي نرشوه كذلك الدقيق، نحاولوا الدقيق يدوز على جميع البلايص حيت كاين هاد البلايصات اللي طالعين شويه راه ما كيوصلهمش الدقيق، يعني كنحاولوا اننا نوصلوا الدقيق لكاع البلايص باش ما تلصقش لينا. ندوروه مزيان ونوصلوا لجميع البلايص. هاد البلايصات هادو شفتوهم خاص تاهما يوصلهم الدقيق باش ماشي زعما نقلبوها حنا نبغيوها تكب وتصدق يلا سقنا من شي بلاصه راه كتهرس هكذا. كنعاودوا نحركوا الخليط ديالنا وكنصبوه في المول. انا ما كنحبش نصبو بالمعلقه الخشبيه اولا بالمعلقه الطراب اليدوي، كيعجبني نكبو بيديا كنحس براسي مستحكمه فيه حسن هاكا. فهاد الاثناء نكونو حنا ديجا درنا الفران يسخن في حراره 180 درجه تحت وفوق، وفاش نبغيو نخشيو الكيك ديالنا اكيد راه غادي نديرو ليه غير تحت. نوصل ايدي كيف ما كتشوفوها هي الكيك ديالنا واجده، غادي ندخلوها الفران حتى طيب وغادي نرجع معكم تشوفوا كيفاش الشكل النهائي ديالها. الكيكه ديالنا هي وجداد كثرتها طيب شويه حمار نيت باقي سخون بزاف بزاف، يعني كي جبدتها كي صورتها لكم غنقلبها نعاون بالزيوف راه سخونه، يعني كي جبدتها راه باغا نقلبها حيت اصلا خاصك تقلبها سخونه لتني تحت تبرد تقدر تبقى في المون، يعني وتاني على حساب كل والمون كي داير ديالها. نحاول نهزها بمعلقه ولا بموس بشويه باش ما نقيسوش اللي كنهرسوها اولا نقبوها. ها هي كيف ما كتشوفوا اللون ديالها راه ما مغلقش لهاد الدرجه، ها نتوما راه كيبان مع الخيال ديال الكاميرا. شتي كتجي محمره وزوينه وريحه السيترون عاطيه منها وغزاله شهاتني صايمه رمضان كنبقاو نطيبو نتشهاو. دابا غادي ندوزو نصوبو الكراميل، راه ديجا حضرتو معكم في الماك فلوري المنزلي، نعاودو معكم اليوم تاني. غادي نديرو 3 ديال المعالق عامرين ديال السنيده كبار في كاسرونه، والطريقه ديال التحضير ديالو ها نتوما غادي تشوفوها معايا في لا فيديو. كنشعلو البوطه كنقصوها وكنوضعو عليها سنيده ديالنا وكنديرو نار مهيله صافي. كل مره كنحاول نحركوها نبقاو نحركوها راكو بيدينا، ما نستعملوش الملعقه حتى الملعقه الطراب اليدوي او الملعقه حتى الاخير. جاني بحال بعيد عليكم هذا باش نجي لكم هذا قريب، ندور الكاميرا شويه هاكا كيبان لكم مزيان صافي. كنحطوها فوق النار وكنبقاو كل مره نهزو الكاسرونه نحاول نحركوها غير بيدينا، نتوما غتشوفوا كل شويه غنبقى نحركها هاكا كيبقى يتعسل بوحديتو حتى تيتعسل كامل. شتوها بدات تلون اللون تولي اللون ديالو في لون الكراميل اولا في لون العسل. كنبقاو نحركوها هكا شيئا فشيئا دابا بلي ما بقاش بزاف، يعني نقدروا نستعملوا الملعقه الخشبيه اولا الطراب اليدوي ونقوموا بالتحريك، ويعني نخلطوا البلاصه اللي دايبه مع البلاصه اللي مازال ما دايبه. ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان ولا نزيد نقرب الكاميرا.
هاكا انتم تتشوفوا. ديروا بالكم يقيسكم راه كيحرق بحال شكل العسل نيت، راه الا فات تقاسكم راه كيحرق نيت. يعني كونوا توخوا الحذر وانتم كتصاوبوه. صافي ملي داب بحال هكا كنزيدوا الكاس ديال الحليب ديالنا مع مرش حتى الفوق، كنبقاو نحركوا شكل كيجمد. كي كتكبوا الحليب كيجمد، كتحاولوا تبقاو غير تحركوا بشويه وكونوا يعني كونوا حذرين راه كيبقى كيطير. نهزوه فوق البوطه على ما نضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. ها هي الزبده ديالنا، غادي نزيدوا معلقه كبيره نديروها في الكاسرونه وديك الساعه نرطوه فوق البوطه ونحركوا غير بشويه. كنلقاو جمد من واحد البليصه كتكون واحد اللعبه جامده، كنبقاو نحركوا بشويه 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 راه كذوب. غايبان لكم في الاول بحال زعما لا راه خسر لكم لا راه ما غيصدقش، لا غادي يصدق. غير بقاو تحركوا بشويه وهي غادي تذوب بشويه بشويه. انتم غتشوفوا راه ما غنحيدش الكاميرا نيت باش تشوفوه. صافي شفتوا راه كانت كبيره، هي غادي وتات صغار هكا كتبقى حتى تذوب كامله. بقاو تحركوا وكونوا على بال تحازوا وجهكم حيت بعض المرات كيبقى تيطير شويه. صافي فاش تشوفوا بدات كطلع لك شكوشه وبدا كيعقد شويه كتعرفوه راه طاب. كيف ما كتشوفوا هنا باقي شويه سائل، نستمروا في التحريك ونزيدوا شويه في البوطه. هي كنا ناقصينها بزاف دابا كنزيدوها شويه، يعني بحال هكا نقصوها نقص العدد ديالها. في الاول كنا دايرينها خفيفه بحال الشميعه. ها نتوما شفتوا بدا كطلع لي الكشكوشه بحال الحليب فاش كيفيض. صافي دابا كنطفوا البوطه كنعرفوا بلي راه الكراميل ديالنا وجد. دابا ها هو الكراميل ديالنا، قبل ما يجمد خاصنا نزوقو به الكيكه. كنظن معلقه افضل من هذا الطراب اليدوي، يعني ناخذ معلقه افضل باش نستحكم في الطريقه ديال التزواق ديالي. نحاول نزوقها كامله من الفوق، واللي بغى يدهنها كامله ويعاود يرشها بشويه الشوكولاته اولا بشويه الفيرميسيل راه افضل، يعني التزيين راه كيبقى على حساب كل واحد. نزوقها بهذه الطريقه، هي اصلا راه كتجي رطبه من الداخل هشيشه وفازقه. هذاك السيترون تا هو كيطلق فيه واحد النسمه اللي بنينه. شكرا بزاف على المشاهده حتى الاخير. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد. ورمضان مبارك سعيد، وشكرا على المشاهده. نتمنى تجربوها وتخليوا لي شي كومونتير، اللي جربها اكيد يصيفط لي التصويره نشوف كي جاتو. وبصحتكم مسبقا.